افتح لك عمر. انك تعيش يوم كامل من غير مياه في البيت ده بالنسبة لك كارثة، لكن تخيل ان ده حال الناس هنا في المكان ده من سنين. المية اللي هي اهم مقومات الحياة في عز احتياج الناس لها، للأسف مش بيلاقوها. عايزين مية عشان احنا بنتعب في المية، وعشان كده العيال تعبانة اصلا. معايا اتنين معوقين وعايزين المية، بنقعد هنا بتبقى ميتة فرح اي حاجة ما بتلقاش نملة يعني المية. بناخد على راسنا كده الجراكن وبنملة وبنتعب فعلا على ما بنجيب المي. تروح بقى على ما تجيب نقلة الماء وتيجي بتخلص، على ما تجيب نقلة الماء وتيجي بتخلص. طب واحنا هنعمل ايه؟ لازم عايزين مي. ونظرا للظروف المعيشية الصعبة، أصبح معظم الناس هنا يدوب بيعيشوا اليوم بيومه. والله عايشين عيش الحمد لله، تعبان فانا على ما الحمد لله ربنا بيقسم القسمة. الرجل طلع يوم ما طلعش ده ماشينا وخلاص. اللي هيجي هنا ويشوف حال الناس ومعاناتهم اليومية مع المية هيحس قد ايه هو في نعمة، وهيحمد ربنا على النعمة اللي هو فيها. ولما سألناهم ليه ما حاولتوش تحلوا المشكلة دي، كان ردهم هو فين الفلوس؟ ما فيش فلوس. انت ما انت شايف بيتنا وشايف العيشة بتاعتنا والعيال برضك بتاخد علاج وكده، يعني هتروح فين يعني؟ لازم نعمل هنا بيرة مية. خلاني انا خدت ابنه ورحت كشفت عليه وعلى ما جال ما فيش مية. طب هتشرب منين؟ صح ولا انا غلطانة يا استاذ؟ إنما إحنا رب يرزقنا ولاد الحلال ويعملوا لنا المية. للأسف هو ده الواقع هنا في أطفيح.